تعال. المي عندك عم بتنقط على العالم برا. قطع الطريق الشارع واسم. كواحد عز. شو في توني؟ شو عم بيصير؟ المهم ألا يبكوا هنا. الزلمة كان عم يعمل شغله. هيدا ما بيعني إنه في سب الناس. بدو إياك تعتذر منه. أنا مش عبد عند حدا وما حدا يلو عندي شيء. أنا طلبت اعتذار، كان مفروض يعتذر. في حدا هنتو لازم تحلى. باسم أهالي الدمور مستمرة. وبدو يسمع منك. لو بتحترموا حالكم كنت اعتذرت من زمان. يا ريت شارون ما حالكم عم بكرة أبيكم. أنا بعرف حالي، معي حق. ما معك حق أبداً، واللي قلته مش مقبول. هيك بتبلش الحروب. أنت منيح حضرت المهندس؟ سوي جاب على حاله. مسيح إراثي على دعوة على فلسطيني. قضية رقم 23، طوني حناد ضد ياسر سلامي. أي محامي بده يربح على هيك دعوة؟ دليلك فلسطيني! تاني مرة ما تروح على المحكمة من دون محامي. كل يلي كان بدي إياه اعتذار بسيط. من أول ما التقوا طوني حنا كان على علم إنه ياسر سلامي هو فلسطيني. كيف استنتج إنه فلسطيني؟ من لهجته. من لهجته. هول الكلمات سيد ياسر بيقلبوا الموازين، فيهم إهانة لهويتك ولجنسيتك. بس أنا ضربت بسبب يلي قال لك إيه؟ قال يا ريت حضرة القاضي. هل الرغبة جريمة؟ لما اليهودي يعملها بتكون جريمة، بس لما عربي يقتل عربي معلش بسيطة بتمرق. مالك حق تحكي على المقاومة؟ واحد يوزي قلب. أول مقاومة نحن. في حدا عم بيهددني، بدي اياك لحق الرام. مطويتين هلا سمعناهم قطعوا. بدكم تبلشوا حرب؟ توني حضرتك من أي منطقة؟ ممكن تقلنا لو سمحت من أي ضيعة أنت؟ دمور. أمتى آخر مرة رحت على الدمور؟ زمان. قديش يعني؟ الدمور فشخة عن بيروت، يعني 20 دقيقة بالسيارة. ما بقى تسألني، ما بدي روح، ما ضروري روح. تذكر ليلة 21 كانون الثاني 1976؟ عشرات الكاميونات المحملة بالمسلحين، مدفعية، راجمات الصواريخ عم تتوجه نحو الدمور. المسلحين حاصروا البلدة، سكروا كل المداخل وبدأ الهجوم الأخير. ب 21 كانون الثاني سقطت الدمور. فاتوا المسلحين على البلدة، اعتقلوا كتير من الشباب، جمعوهم بساحة الضيعة، صفوهم على الحيطان وأعدموهم. مجزرة صارت بكم يوم وبسرعة. هدوء في المحكمة. كم ضلع كسرت لك؟ شو كنت بدك تثبت؟ ها؟ إنك كنت ضحية؟ نص القذائف اللي وقعت عليكم في الحرب كانت فالصة، ما فيها الساعق. أنتوا ما بتعرفوا شو هي المعاناة. أنتوا أولاد مدلعين. أنا بعتذر. من 40 سنة صارت مجزرة بالدمور، جبرت ميات آلاف العيال إنهم يهربوا. يلي صار بوقتها بعد ما انحكى عنه، يلي ارتكب الجريمة بعد ما تحاسب، عدالة ما في، ملف ما تسكر ولا شيء. مش مسموح نحكي عنه. الشيء اللي عم بيصير بهيدي المحكمة هو عبارة عن بداية للنظر إلى الطرف الآخر. في شيء لازم ينقال، شيء حقيقي وأساسي. ما حدا بحق له يحتكر المعاناة حضرة القضاة، ما حدا.